معليك، هل اختلف الإعلام العربي؟ هل فقد ألقه؟ تغيرت مصداقية المتابعين للإعلام بشكل عام بالآونة الأخيرة مع السوشيال ميديا، وحتى في هناك العديد من الأخبار المغلوطة والكاذبة والسريعة. المشكلة نحن عندنا السرعة أيضا. معليك، صحيح. شوفي، الإعلام الرسمي العربي تأثر بالعلاقة السياسية بين المواطنين والحكومة. صحيح. إن علاقته مش بس علاقته بالإعلام، يعني تأثر بالعلاقة بين الناس، وأي شيء رسمي كانت يعني طرأ عليها أشياء سلبية فنعكس على الإعلام باعتباره، خاصة الإعلام الرسمي باعتباره. صحيح. جزء من هاي القصص. اثنين، حركة الإعلام العربي بالتحول بمجارات التطور التكنولوجي كانت بطيئة. بمعنى في مسافة زمنية، اليوم المسافة ما بين الإنترنت ظهوره والمواقع، بعدين دخول فيسبوك، تويتر، انستغرام، المسافة الزمنية هاي سريعة كثير كانت. وحركة الإعلام العربي كان في حالة من الدهشة والذهول عند الإعلام التقليدي عبين ما ينتقل ويتطور أو يتكيف مع هذا الوضع. بس الناس ما كان عندها وقت تستناك عبين أنت ما كنت كإعلام تقليدي تستناك عبين أنت ما تستوعب الصدمة وتبدأ تتكيف، تبدأ يكون عندك يعني حركة باتجاه التطور، ما كان عندك. ففي هذه المسافة الزمنية صار في خسران من الإعلام الرسمي أو الإعلام العربي التقليدي، خسر جزء من جمهوره وضاع وراح باتجاه السوشيال ميديا، حتى لو كانت مش إعلام، راح باتجاه مرات الإشاعة.